مرحبا بكم في قصة اليوم مادة العلوم الفيزيائية مستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي. درس اليوم بعنوان أكسدة الفلزات في الهواء أوكسيداسيون دي بيتون دون لير. إذا هذا الدرس يتكون من فقرتين، الفقرة الأولى بعنوان أكسدة الحديد في الهواء الرطب، والفقرة الثانية بعنوان أكسدة الألومنيوم في الهواء الرطب. إذا لدينا مجموعة من الصور، ثم نطرح بعض التساؤلات حول هذه الصور. إذا الصورة الأولى تمثل مجموعة من البراغي، هذه البراغي تكون عليها الصلب، نفس الشيء بالنسبة للصورة الثانية، مفتاح تكون عليه الصلب، والصورة الثالثة سلسلة حديدية كذلك صغيرة وتكون عليها الصلب. ننتقل للصور الموالية. إذا هيكل باخرة أو سفينة من الحديد صدئة وتكون عليها الصلب، ثم هياكل السيارات المصنوعة من الحديد تكون عليها كذلك الصلب، وعجلات القطع. إذا السؤال المطروح هو ما هي العوامل المساعدة على تكون الصلب؟ إذا ننطلق من هذه الوضعية، تتعرض للصدأ في المناطق الساحلية جميع الأجسام المصنوعة من الحديد كهياكل وسائل النقل وعلب التعبئة والأبواب والشبابيك الحديدية، بينما لا تصدأ أو تصدأ قليلا هذه الأجسام في المناطق الجافة، كما لا تصدأ هياكل البواخر الراسية أكثر مما تصدأ هذه الهياكل القابعة في أعماق البحار بعد غرقها. إذا السؤال، ما العوامل التي تؤدي إلى تكون الصدأ؟ وما هي شروط تكون الصدأ؟ إذا سنجيب عن هذا السؤال من خلال الفقرة الأولى. إذا أولا أكسدة الحديد في الهواء الرطب. إذا أولا صغيرة شروط أكسدة الحديد في الهواء الرطب. إذا ننطلق من تجربة. إذا نضع مسمارا حديديا لكل من أنابيب الاختبار الأربعة التالية ونتركه عدة أيام، لكن ظروف هذه التجربة تختلف من أنبوب إلى آخر. إذا الأنبوب ألف يحتوي على مسمار حديدي وهو جاف، الأنبوب ب يحتوي على مسمار حديدي والماء، الأنبوب ج يحتوي على مسمار حديدي والماء المالح، بينما الأنبوب د يحتوي على مسمار حديدي وماء مغلق مغطى بطبقة من الزيت. إذا بعد مرور عدة أيام ماذا سيحدث؟ إذا نلاحظ الصورة. إذا لدينا في الأنبوب ألف ثم الأنبوب ب أنبوب ج ثم الأنبوب د. إذا لدينا مجموعة من الأسئلة. إذا السؤال الأول، في أي أنبوب تكون الصدأ بفترة على المسمار الحديدي؟ السؤال الثاني، في أي أنبوب لم يتعرض الحديد لتكون الصدأ؟ ثم السؤال الثالث، ما الشروط التي تساعد على تكون الصدأ؟ إذا من خلال مشاهدة الصور الأربعة، إذا في الأنبوب ألف والأنبوب د لم يتكون الصدأ، بينما في الأنبوبين ب وج تكون الصدى على المسمار الحديد. مقارنة بين هاتين الصورتين يتضح أن كمية الصدى في الأنبوب ج أكثر من كمية الصدى المتكون على المسمار الحديدي في الأنبوب ب. إذن ما هي الشروط التي ساعدت على تكون الصدى؟ أو ما هي العوامل التي تتدخل في تكون الصدى؟ إذن نتعلم، لم يصدأ المسمار في الهواء الجاف، لم يصدأ المسمار في الماء المغلق المعزول عن الهواء بطبقة من الزيت، يصدأ المسمار في الهواء الرطب، ثم يصدأ المسمار أكثر في الهواء والماء الملح، يعني الماء الذي يحتوي على الملح. إذا ماذا نستنتج من خلال هذه التجربة؟ إذا لا يصدأ الحديد في الهواء الجاف،
والماء الخالي من الهواء. المقصود بالماء الخالي من الهواء هو الماء المغلي. ثم وجود الملح يسرع تكون الصلب. إذا كخلاصة لهذه الفقرة المتعلقة بالعوامل المساعدة على تكون الصدأ، إذا يتكون الصدأ في حال تعرض الحديد للهواء الرطب، والمقصود بالهواء الرطب هو الهواء الذي يحتوي على كمية كبيرة من بخار الماء. يزيد الملح في سرعة تكون الصدأ. إذا ننتقل للمثال الثاني، الغاز الذي يتفاعل مع الحديد. إذا الهواء هو عامل أساسي في تكون الصدأ، وهو خليط من غاز ثنائي الأزوت بنسبة 80% وغاز ثنائي الأكسجين بنسبة 20%. إذا أي الغازين يلعب دورا مهما في أكسدة الحديد باعتبار الهواء من العوامل التي تساعد في تكون الصدأ. للإجابة عن هذا السؤال ننجز التجربة التالية. من التالي نعتبر صغيرة دور غاز ثنائي الأكسجين الموجود في الهواء في أكسدة الحديد. تعريف التجربة والملاحظة: نضع قطعة من صوف الحديد المعروف بالجبس في قاع مخبار مدرج مملوء بالهواء، ثم ننكسه في حوض زجاجي يحتوي على ماء ملون. ننكسه يعني نضعه رأسا على كما توضح الصورة. لنتابع. إذا قلنا نستعمل مخبار مدرج، في قاعه نضع قطعة من صوف الحديد، ثم هذا المخبار يوضع مقلوبا رأسا على عقب في حوض زجاجي يحتوي على ماء ملون. إذا حجم الهواء الموجود داخل المخبار المدرج هو 250 ملي لتر. نترك هذه التجربة عدة أيام. عدة أيام ماذا يحدث؟ إذا بعد مرور عدة أيام يتكون الصدأ على قطعة صوف الحديد، ثم يصعد الماء الملون داخل أنبوب أو داخل المخبار المدرج، بحيث يصبح حجم الغاز الموجود داخل المخبار المدرج هو 200 ملي لتر. بل كيف نفسر صعود الماء الملون داخل المخبار المدرج ثم تكون الصدأ على صوف الحديد؟ إذا صعود الماء الملون داخل المخبار المدرج هو دليل على اختفاء أحد مكونات الهواء الأساسية، والمقصود بالمكون الأساسي الذي اختفى هو غاز ثنائي الأكسجين، لأنه يمثل 20% من حجم الهواء الموجود داخل المخبار، بمعنى 20% من 250 ملل هي 50 ملل، يعني خمس حجم الهواء الموجود داخل المخبار المدرج. هذا الغاز هو ثنائي الأكسجين ساهم وساعد في تكون الصدأ. إذا السؤال: ما الغاز الذي يتفاعل مع الحديد لتكون الصدأ؟ إذا الجواب هو غاز ثنائي الأكسجين. إذا ذرات الأكسجين تتحد مع ذرات الحديد فيتكون الصدأ. إذا كيف نعبر عن هذا التحول الكيميائي أو هذا التفاعل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية؟ علما أن الصدأ يتكون أساسا من أكسيد الحديد الثالث، صيغته أو صيغة جزيئته هي Fe2O3، يتكون أو تتكون جزيئته من ذرتين من الحديد وثلاث ذرات من الأكسجين. إذا للتعبير عن هذا التفاعل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية يجب أولا تحديد المتفاعلات وتحديد النواتج. إذا حسب التجربة المتفاعلات هو الحديد وغاز ثنائي الأكسجين، والنوع الناتج هو الصدأ أو أكسيد الحديد الثالث. إذا لكتابة المعادلة الكيميائية نستعمل رموز وسيار المتفاعلات تكتب يمينا، ثم رموز وسيار النواتج وتكتب على اليمين، تفصل بينهما سالب. نكتب رموز وسيار المتفاعلات
يسارا ثم رموز وصية النواتج يمينا بينهما سهلا. نمر لكتابة هذه المعادلة الكيميائية. إذا قلنا الحديد رمزه Fe، الحرف الأول يكتب كبيرا ماجسكيل، والحرف الثاني يكتب صغيرا مينسكيل. زائد قلنا غاز ثنائي الأكسجين O2 سام يعطي أكسيد الحديد الثالث صيغته الكيميائية Fe2O3. إذن المعادلة الكيميائية من حيث الكتابة، إذا قلنا مجموع متفاعلات يعطي النواتج، إذن Fe الحديد يتفاعل مع ثنائي الأكسجين يعطي أكسيد الحديد الثالث أو الصدر. إذن المعادلة الكيميائية يجب أن تكون متوازنة. ما معنى متوازنة؟ يعني تحقق قانون انحفاظ الذرات نوعا وعددا. إذا الذرات التي تكون المتفاعلات هي نفسها تكون النواتج من حيث النوع ثم من حيث العدد، وكل معادلة لا تحقق هذا القانون فهي معادلة غير صحيحة. إذا نحسب عدد الذرات، بل في المتفاعلات عدد ذرات الحديد ذرة واحدة، عدد الذرات يكتب أسفل ويمين الرمز، ذرة واحدة في المتفاعلات من الحديد، بينما في النواتج هناك ذرتان. إذن هذه المعادلة هي معادلة غير متوازنة، وبالتالي يجب موازنتها. إذن كيف نوازن هذه المعادلة؟ إذن لموازنة المعادلة الكيميائية نكتب أعداد، هذه الأعداد تكتب يسار كل رمز أو صيغة، تكتب يسار كل رمز أو صيغة حتى يصبح عدد الذرات هو نفسه يمين ويسار الرمز. لموازنة المعادلة الكيميائية نكتب أعداد، صحيح هذه الأعداد تكتب يسار، تكتب يسار هذه الرموز والصيغ حتى يصبح عدد ذرات كل نوع هو نفسه يمين ويسار السهم، يمين يعني في المتفاعلات والنواتج. نقول هنا توجد ذرة واحدة في المتفاعلات، بينما في النواتج هناك ذرتان، إذن العدد غير متساوي، إذن يجب تحقيق الموازنة. إذن جوج نقسمها أو اثنان نقسمها على واحد، ثم نكتب الخارج على يسار رمز ذرة الحديد، إذن ذرتان من الحديد، ذرتان من الحديد. نفس الطريقة نطبقها بالنسبة لذرات الأكسجين، إذا في المتفاعلات هناك ذرتان من الأكسجين، بينما في النواتج ثلاث ذرات، إذا نقسم العدد ثلاثة على اثنان ونكتبه بالخارج على اليسار اثنان، ثلاثة مقسومة على اثنان. نقول بأن هذه المعاملات تسمى بالمعاملات التناسبية، ويجب أن تكون الأعداد صحيحة طبيعية. إذا لحذف العدد باثنان من المقام سوف نقوم بضرب المعادلة كلها في عدد اثنان وتصبح النتيجة كما يلي. إذا سوف يصبح العدد اثنان أربعة، ثلاثة على اثنان تصبح ثلاثة، بينما العدد واحد لا يكتب فهو يصبح في الأخير اثنان. إذن أربعة إف زائد ثلاثة أو اثنان تعطي اثنان إف دو أو خوا، أصبحت المعادلة متوازنة. أربعة مضروبة في واحد أربع ذرات من الحديد، اثنان في اثنان هي أربع ذرات من الحديد، كذلك في النواتج. بالنسبة لعدد ذرات الأكسجين ثلاثة مضروبة في اثنان ست ذرات من الأكسجين في المتفاعلات، بالنسبة للنواتج اثنان مضروبة في ثلاثة ست ذرات من الأكسجين. إذا بصفة عامة كاستنتاج لهذه الفقرة، إذا الصدأ ينتج عن تفاعل الحديد مع غاز ثنائي أكسجين الهواء. إذا صعود الماء الملون واحتلاله خمس حجم المخبر المدرج ناتج عن اختفاء غاز ثنائي الأكسجين الموجود في الهواء. ثم يسمى تفاعل الحديد مع ثنائي الأكسجين تفاعل أكسدة، تفاعل أكسدة، وهو تفاعل باطل لأنه يعني يستلزم عدة أيام على اختلاف مع الاحتراقات التي تكون تفاعلات سريعة. إذا النشاط الثالث
ما هي الطرق المستعمله لحمايه الحديد من تكون الصدى؟ كيف نحمي وكيف نقي الحديد من الصدى؟ اذا كما تلاحظون في الصور نستعمل الصبا، اذا نقوم بطلب الحديد بطبقه واقيه من الصبابه التي تحميه من الاكسده او من تكون الصدى. هناك طرق اخرى هو الطلاء بفلزات اخرى كالقصدير والنيكل والزنك، وتستعمل هذه التقنيه في المجال الصناعي بكثره. اذا كخلاصه لهذه الفقره، اذا اولا يتكون صدى الحديد وفق تفاعل كيميائي بطيء، ويستلزم وجود الحديد والماء وغاز ثنائي الاكسجين الموجود في الهواء، ويكون هذا التفاعل اسرع بوجود الماء المالح او الملح. اذا ما هو الصدى؟ ما هي حالته الفيزيائيه؟ وما هو لونه؟ ومما يتكون هذا الصدى؟ اذا الصدى هو ماده صلبه حمراء داكنه احيانا بنيه اللون قابله للتفتت مساميه منفذة للهواء لتسمح بمرور الماء والهواء. تتكون اساسا من اكسيد الحديد الثالث، صيغته الكيميائيه Fe2O3. اذا المعادله الكيميائيه لهذا التفاعل الكيميائي هي كالتالي كما سبق وشرحنا، 4Fe زائد 3O2 تعطي 2Fe2O3. قلنا لحمايه الحديد من الصدى لوقاية الحديد من التآكل يكسى بطبقة من مادة كتيمة، مادة غير منفذة للهواء مثل الصبابة أو قشرة فلز لا يؤثر فيه الهواء كالزنك والقصدير والنيكل. إذن أحيانا نستعمل خليط من الحديد وفلزات أخرى ونحصل على ما يسمى ب ليروكس أو الفولاد غير قابل للتآكل. إذا يمكن للحديد أن يكتسب مقاومة عالية ضد التآكل عند خلطه بفلزات أخرى، وذلك حسب نسب معينة مثل الفولاد الغير قابل للتآكل المعروف باختصار إينوكس، الذي يتكون من 73% من الحديد، 18% من الكروم، 8% من النيكل، و 1% من الكربون. لازم على هذه النسبة نحصل على 100%. إذا هذا فيما يخص الفقرة الأولى من الدرس المتعلقة بأكسدة الحديد في الهواء الرطب. إذا في هذه الفقرة تعرفنا على العوامل المساعدة على تكون الصدى، قلنا هناك الهواء وخاصة غاز ثنائي الأكسجين ثم الماء، في وجود الملح تزداد سرعة تكون الصدى. قلنا بأن الصدى هو مادة صلبة حمراء داكنة بنية قابلة للتفتت مسامية منفذة للماء والهواء، ثم تتكون أساسا من أكسيد الحديد الثالث صيغته الكيميائية Fe2O3. لحماية الحديد من التآكل أو من الأكسدة في العمق يجب صباغته أو قلمه بفلز آخر. إذا ننتقل للفقرة الثانية من الدرس من خلال مراحلة الصور التالية وطرح بعض التساؤلات. إذا الأمر يتعلق بهيكل هذه الدراجة النارية، هناك أجنحة الطائرات، هناك إطارات العجلات، كل هذه الصور تدل على فلز، ويتعلق الأمر بفلز الألومنيوم. إذا نتابع، الألومنيوم فلز أخف وأقل صلابة من الحديد، أغلى منه ثمنا، يستعمل بكثرة في تجفيف وتعليم المنتجات الغذائية، يفضل على الفولاذ في صناعة هيكل بعض البواخر السياحية، أجنحة الطائرات والإطارات الفلزية لعجلات السيارات. لأن السؤال ما سبب هذا التفضيل الذي يحظى به فلز الألومنيوم؟ لماذا يفضل استعمال الألومنيوم في هذه الصناعات على استعمال الحديد والفولاذ؟ إذا نتابع من خلال الفقرة الثانية للتوصل إلى الجواب. إذا ثانيا أكسدة الألومنيوم في الهواء، أولا
تجربة وملاحظة. إذا نظرة مقعدة من الألومنيوم مصقولة دون غلاء مدة طويلة في الهواء أحد. إذا ماذا سيحدث لهذه القاعدة؟ إذا نتابع الصور، إذا لدينا طنجرة مصنوعة من الألومنيوم نتركها مدة زمنية عدة أيام في الهواء الرطب. بعد مرور عدة أيام ماذا يحدث؟ هذه الطنجرة فقدت بريقها الفلزي، فقدت لمعانه. إذا يفقد الألومنيوم بريقه الفلزي عند تركه في الهواء لمدة طويلة، وتظهر عليه طبقة بيضاء من أكسيد الألومنيوم وما يعرف باسم الألومين. إذا كذلك فلز الألومنيوم فهو يتعرض للأكسدة، يتفاعل مع ثنائي أكسجين الهواء فينتج أكسيد الألومنيوم. إذا ماذا نستنتج من خلال هذه التجربة؟ إذا أولا يؤثر الهواء الرطب على الألومنيوم، بمعنى يتفاعل الهواء الرطب خاصة غاز ثنائي الأكسجين مع الألومنيوم، ثم تتكون على الألومنيوم المعرض للهواء الرطب طبقة رقيقة، وهذه الطبقة الرقيقة تسمى بأكسيد الألومنيوم كما قلنا المعروف بالألومين. صيغته الكيميائية Al2O3. إذن بنفس طريقة متعلقة بأكسدة الحديد سوف نتكلم عن أكسدة الألومنيوم. إذن أولا يؤثر الهواء على الألومنيوم وتتكون عليه طبقة تسمى أكسيد الألومنيوم أو الألومين، صيغته الكيميائية Al2O3. الحرف الأول يكتب كبيرا ماجسكيل، L تكتب صغيرا مينيسكيل. إذا تتكون جزيئته تتكون من ذرتين من الألومنيوم وثلاث ذرات من الأكسجين. إذا تعتبر أكسدة الألومنيوم في الهواء تفاعلا كيميائيا بطيئا لأنه يستلزم عدة أيام، نعبر عنه بالمعادلة الكيميائية التالية. إذا دائما لكتابة المعادلة الكيميائية يجب تحديد المتفاعلات وتحديد النواتج. إذا قلنا متفاعلات هناك الألومنيوم رمزه Al، حرف الأول يكتب كبيرا الثاني صغيرا، ثم الألومنيوم يتفاعل مع ثنائي الأكسجين فينتج أكسيد الألومنيوم صيغته الكيميائية Al2O3. بنفس طريقة موازنة المعادلة السابقة سوف نقوم بموازنة هذه المعادلة، وذلك بحساب عدد الذرات الموجودة في المتفاعلات وعدد الذرات الموجودة في النواتج بالنسبة لكل نوع. بالنسبة لذرات الألومنيوم ذرة واحدة في المتفاعلات، بينما في النواتج ذرتان، اثنان مقسومة على واحد، نكتب في البداية اثنان يسار ذرات الألومنيوم. ثم بالنسبة لذرات الأكسجين في المتفاعلات ذرتان، بينما في النواتج ثلاث ذرات، نقسم ثلاثة على اثنان نجد ثلاثة على اثنان بمعنى 1.5. قلنا بأن هذه الأعداد يجب أن تكون أعداد ساحقة طبيعية، إذا نضرب كل هذه المعادلات في اثنان فنحصل على 4Al زائد 3O2 تعطي 2Al2O3. إذن هذه الطبقة المسمى بأكسيد الألومنيوم فهي طبقة غير منفدة للهواء والماء، بما أنها غير منفدة للهواء والماء فهي طبقة كتيمة عازلة تحمي الفلز، المقصود بالفلز هو الألومنيوم، تحمي الفلز من الأكسدة المعمقة، الأكسدة في العمق، لهذا فهي يمكن استعمال الألومنيوم دون دهان دون صبغة ودون طلاء، عكس الحديد الذي يستلزم صبغته وطلاءه لحمايته. إذا كمقارنة لأكسدة الحديد وأكسدة الألومنيوم لدينا الجدول التالي. إذا هناك لون محل الجسم المتكون أو الناتج، اسم الجسم المتكون، صيغته الكيميائية، ثم خصائص هذا الناتج، وأخيرا تأثيره على الفلز. إذا نبدأ بالحديد، قلنا بأن عندما يتأكسد الحديد أو يتعرض للهواء الرطب يتكون جسم أو مادة حمراء
بنية صلبة. هذه المادة الحمراء البنية الصلبة خاصة بالحديد المكسر، بينما في حالة الألومنيوم تتكون قشرة بيضاء رمادية كذلك صلبة. الناتج المتكون بالنسبة لأسئلة الحديد هو أكسيد الحديد الثالث أو ما يسمى بالصلب. في حالة الألومنيوم يسمى الناتج أكسيد الألومنيوم أو الألومنيوم. بالنسبة للصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد الثالث Fe2O3، بالنسبة لأكسيد الألومنيوم Al2O3. بالنسبة لخصائص هذا الجسم المتكون قلنا بأن أكسيد الحديد تتأصل هو مادة مسامية قابلة للتلتت منفذة للماء والهواء، في حين أكسيد الألومنيوم هو مادة كتيمة غير منفذة ورقيقة. إذن بالنسبة لهذه الطبقة المسمات من السطح عندما تتكون فوق الحديد فهي لا تحميه ولا تقيه من الأكسدة المعمقة، وبالتالي قلنا لحماية الحديد من الأكسدة يجب صبغته وطلاؤه، في حين أكسيد الألومنيوم أو الألومين عندما يتكون فوق فلز الألومنيوم فهو يحميه من الأكسدة المعمقة، وبالتالي يمكن استعمال الألومنيوم دون صبغة ودون طلاء، وهذا ما نجده بالنسبة لأواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم. إذن كما الحوضة يكتب تفاعل أكسدة الفلز بصفة عامة سواء كان فلز الحديد أو فلز الألومنيوم كما يلي: الفلز زائد ثنائي الأكسجين يعطي أكسيد الفلز، مثلا الحديد زائد ثنائي الأكسجين أكسيد الحديد، الألومنيوم زائد ثنائي الأكسجين أكسيد الألومنيوم، وهكذا. ثم لا ننسى أن نذكر بهذا القانون الذي تم دراسته في السنة الثانية الإعدادي، خلال التفاعل الكيميائي تنخفض الكتلة بمعنى لا تتغير، معنى مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج، وشكرا على المتابعة.